اهلا بكم في قناة نوفا كروشيه، وهناخد مع بعض النهاردة حرف الدال والزال من سلسلة الحروف العربية بالكروشيه. نبدأ مع بعض ونعمل 21 غرزة سلسلة. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21. طبعا بنسيب الأولانية وبندخل في التانية، وهدخل أعمل غرزة نص عمود في أول واحدة، تانية نص عمود، التالتة هعمل أربعة، خمسة، ستة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، كده هم 2 4 6 8 9. رقم 10 هعمل فيها 3 غرز، دي 1 2 3، واكمل الباقيين بعديها، اللي بعده لحد نهاية السطر بغرزة النص عمود، هعمل غرزة الأمام وأقص، هنضف الخيط بتاعي يدخل الناحية التانية، ننضف الخيطة اهي، ادي الدال والزال بتوعي نفس الفكرة، ادي حرف الدال، ولو عملنا كده هيبقى حرف الزاي. والنقطة دي ما عملناها قبل كده في فيديو، قبل كده نحط لكم الفيديو بتاعها في الديسكريبشن بوكس. وبكده يبقى عملنا الدال والزال، طبعا الدال كده والدال كده. وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.